أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج ونتابع فيها. هاشتاج يحدث الآن في إيران، يتصدر الأكثر تداولا عالميا بعد اندلاع مظاهرات مناهضة لسياسات الحكومة وأخرى مؤيدة لها. والأمن المصري يعلن عن تصفية عناصر من حركة حسم، والمدونون يقولون الداخلية تكذب كالعادة، نمتلك أدلة أن أحدهم اختفى قسريا قبل أشهر. وجماهير الأهلي المصري تهتف قبل مباراة أتلتيكو مدريد بالروح بالدم، نفديك يا فلسطين. والأمير متعب بن عبد الله محتجز الريدز سابقا يلتقي محمد بن سلمان خلال حفل رياضي. كل هذا وأكثر في هاشتاج، تابعونا. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من هاشتاج، ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حسابنا على سكايب، وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك في اختيار مواضيع الحلقات والتعليق عليها. شاركونا. تصدر هاشتاج يحدث الآن في إيران قائمة الأكثر تداولا عالميا اليوم، وذلك بعدما اتسعت رقعة الاحتجاجات المناهضة للسلطات الإيرانية لتشمل مدنا رئيسية بينها طهران وقم وأصفهان، بعدما انطلقت الخميس من مدينة مشهد. على الجانب الآخر، خرجت مظاهرات مؤيدة للنظام الإيراني في طهران ومدن أخرى، نددت بالاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ووصفتها بأنها فتنة من وجهة نظرها، في حين حذرت وزارة الداخلية المواطنين من المشاركة في أي تجمعات مخالفة للقانون. وانتقدت الاحتجاجات التضخم والبطالة، لكن بعض المتظاهرين عبروا عن غضبهم من تدخل إيران في سوريا ودول إقليمية أخرى بدلا من تحسين الظروف الاقتصادية داخل البلاد. مقاطع عدة تم تداولها تبرز تدخل قوات الشرطة لتفريق المحتجين واعتقال العشرات بتهمة محاولة حرق الممتلكات والمؤسسات. دعونا نتابع. كما شاهدنا أيضا، ذكرت وكالة إيرانية شبه رسمية أن أكثر من 1200 نقطة في جميع المحافظات الإيرانية شهدت اليوم مظاهرات مؤيدة للسلطات لإحياء ما وصفوه بذكرى التصدي للفتنة. هذا على النقيض بالطبع. تابع. حزب علي رهبر فقط سيد علي. همه با هم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. عشق خدا و عشق ما معیار. هذا على هاشتاج يحدث الآن في إيران. التظاهرات إذن هناك، سواء كانت المؤيدة أم المعارضة للسلطات، أحدثت بالتأكيد نوعا من الجدل بين المدونين العرب، بين من انتقد تغطيات وسائل الإعلام العربية للأحداث هناك، وبين من انتقد مدونين آخرين بتضخيم حجم هذه المظاهرات وتأثير هذه المظاهرات. لكن أيضا استدعت انتباه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي كتب على تويتر قائلا: تقارير كثيرة عن احتجاجات سلمية لمواطنين إيرانيين ضاقوا ذرعا بفساد النظام وتبذيره لثروات البلاد من أجل تمويل الإرهاب في الخارج. يجب على الحكومة الإيرانية احترام شعبها بما في ذلك، أو احترام شعبها بما في ذلك الحق في التعبير، فالعالم
يراقب. أيضا كتب الصحفي السوري أبو الهدى قائلا: يحدث الآن في إيران الشعب الإيراني الجائع الفقير ينتفض على المجرمين خامنئي وروحاني. بالطبع أيضا كتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي مغردا وساخرا في الوقت ذاته قائلا: من الطبيعي أن أحتفي بالربيع العربي أو بالربيع الإيراني وغيري ممن أيد أو شارك في الربيع العربي، ولكن ماذا تعمل هنا يا من نصبته العداء ورأيته مؤامرة وغبت عنك أصوات الحرية بالقاهرة ودمشق فتطرب لها الآن بمشهد وطهران؟ الحرية راية واحدة. أيضا عبد الله الشايبي كتب قائلا: من المبكر وصف ما يجري من مظاهرات إيران والاحتجاجات التي تعم المدن الكبرى في إيران بشكل غير مسبوق بقوة الشعارات المعادية للنظام الحاكم بأنه ربيع إيران الذي سيسقط النظام. ما يجري هو أقرب لانتفاضة غضب تعبر عن حجم الألم والفقر وتنتفض بوجه المغامرات والفساد. وأضاف أيضا في تغريدة أخرى: أسهل طريقة لقمع انتفاضة الغضب في إيران والاحتجاجات الواسعة في شتى المدن هو شيطنتها ووصفها بالعمالة وأنها تسعى لزرع الفتنة وممولة ومدعومة من الاستخبارات الغربية الأمريكية البريطانية الصهيونية والجبهة المعارضة لإيران. هذا واضح بخطاب النظام وحرسه الثوري وتهديد وزارة الداخلية اليوم. محمد البوسعيدي من وجهة نظره كتب على تويتر: ليس العجيب المظاهرات في إيران، فهي ليست أول مرة، ولكن العجيب أن من يشجع هذه المظاهرات هم ذات أشخاص الذين يحرمون المظاهرات والخروج على ولاة الأمر، وفي دول ملكية يحاكم المتظاهر فيها، إن لم يقتل ارحموا الديمقراطية والمبادئ، يقول محمد في هذه التغريدة التي تحتوي على رسالته. أيضا الصحفية ريما عساف كتبت: لا يفهم شيئا في إيران من يعتقد أن السعودية قادرة على تحريك احتجاجات في طهران ومشهد وقم وأصفهان وبندر عباس وكرمانشاه وحتى الأهواز. الشعب الإيراني شعب حي. تساءل أيضا فالح بتغريدة أخرى قائلا: لقد أصبحت أجهل دور الإعلام العربي، هل هو مع إيران التي فعلت الأفاعيل بالشعوب العربية، أم هو مع اليهود الذين احتلوا فلسطين فقتلوا شعبها وشردوا القسم الآخر واستعبدوا البقية، أم هو مع أمته الإسلامية؟ لماذا هذا التحفظ على أخبار ثورة إيران؟ لماذا؟ يتساءل فالح. أيضا كتب الدكتور حيدر اللواتي بقوله: بالأمس خرجت مظاهرات في بعض مدن إيران تندد بالغلاء المعيشي، وفي بعضها رفعت شعارات ضد النظام، واليوم خرجت حشود في المدن تدعم النظام، وكلا الأمرين اعتيادي. المشكلة كيف نفسر لمن لم يمارس الانتخاب الرئاسي أو البرلماني في عمره أن المظاهرات وسيلة مشروعة في الديمقراطيات ولا تعني انقلاب. أخيرا غرد مدون أو الصحفي المصري عبد الله الطحاوي قائلا: أنا أفهم أن يؤيد المظاهرات الإيرانية شباب الربيع العربي الذين حلموا بالتغيير السلمي، لكن أن تؤيده قوى الثورة المضادة التي حاربت الربيع فهذا معناه تحويل ثورة الإيرانيين إلى مؤامرة، بل ويعجل بنهايتها. فترامب والرجعية العربية عندما يؤشران إلى طريق ما فاعلم أنه يقود إلى جهنم. بعد إخفاء قصري دام ل73 يوما لعز الدين أحمد مصطفى منذ اعتقاله بكمين بالجيزة أكتوبر الماضي، قالت وزارة الداخلية المصرية إن 3 أشخاص ينتمون لحركة حسم قتلوا في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن، ومن بينهم عز. وتتنافى روايات الأمن مع تغريدات قديمة لمدونين طالبوا بالكشف عن مكان احتجاز عز بعد اعتقاله قبل أشهر. يأتي هذا في ذات التوقيت الذي تتهم فيه جمعيات غير حكومية بمصر الأجهزة الأمنية باعتيادها تصفية المعارضين العزل حال القبض عليهم، ومع وجود رسمي لحالة تعذيب أفضت إلى الموت داخل السجون المصرية. هذا وقد قالت السيدة وردة خطاب والدة عز الدين وإنها فوجئت بخبر مقتل نجلها من منشور على فيسبوك، وأكدت أنه كان مختطفا من قبل قوات الأمن منذ أكتوبر الماضي. مشاهد الخبر أنا شفته على الفيس، كان حد مشيره وطبعا صدمت أصلا من الاسم،
دخلت الصفحه مباشره وبقرا البيان. ايه يعني ازاي هم واخدينه من يوم 18/10. انا عامله الاغرافات لوزير الداخليه والنائب العام ورئيس نيابه اكتوبر، رئيس نيابه الهرم واكتوبر، وعامله بلاغ للنائب العام مباشره، عامله مذكره مقدماها. ازاي يعني هم تاخد بقاله 73 يوم. تاخد منين يا ست ورده؟ ايه اللي بيتكلموا عنها خدوه منين وازاي؟ الولد بكالوريوس هندسه. بكالوريوس هندسه شاب زي الفل، متجوز بقاله شهرين. خدوه ازاي يا ست ورده؟ واخدينه من الهرم، من ميدان الرمايه، كان نازل يشتري حاجات من هناك. كنت بكلمه وبعد كده قال لي هم وقفوني في كمين. فشويه وكلمت، بعديها ما كلمنيش خالص، وفضلنا على الوضع دوت كذا يوم. وبعدها خلاص يعني انا مش عارفه هو فين، لحد ما حد امن الدوله وخرج وخرج خد قفله وقال لي هو جوه انا شفته. كان مطلوب على ذمة أي قضايا قبل أن يتم القبض عليه يا ست وردة؟ كان مطلوب على ذمة أي قضايا؟ لا خالص ما كانش مطلوب على ذمة أي قضايا. طب أنت شايفة ليه عملوا كده؟ يعني ليه وزارة الداخلية قتلته وقالت إن هو كان من ضمن بعض الإرهابيين وخلية إرهابية وما شابه؟ عشان يغطوا على فشلهم، عشان يغطوا على اللي بيعملوه. مش أكتر. حد اتصل يعني بيك؟ انا مش فاهمه. الولد ده له 73 يوم معاهم، يعني فجاه بقى في حاسم مندي، فجاه بقى فيها، وفجاه بقى موجود في مزرعه في طريق قطفيح. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ده انتم مقبضين عليه؟ ده انا مقدمه ورق رسمي ان هو معاهم. وانت معاكي صور من الورق الرسمي دي، البلاغات اللي اديتيها للنائب العام؟ معايا صور من بلاغي للنائب العام شخصيا، ومعايا صور مذكره عملتها قدام رئيس نيابه اكتوبر ورئيس نيابه الهرم. نعم. انت وانت بتتكلمي الان احنا بنعرض صور ابنك، يعني ربنا يرحمه. انت بتقولي لي ان هو خريج كليه الهندسه، سنه قد ايه تحديدا يا ست ورد؟ هو مواليد 12/4، عنده 24 سنه ونص. كنت بتقولي لي ان هو متجوز حديثا؟ متجوز بقاله شهرين، وزوجته كانت حامل، الحمل ما اكتملش لما كان جوه بسبب زعلها عليه. حد اتصل بيك عشان تستلمي جثمان ابنك؟ لا، احنا سألنا دلوقتي في مشرح الزنوم وقالوا لنا انه هو موجود، بس لازم نخلص الاجراءات الرسميه. يعني هو جثمانه دلوقتي موجود داخل مشرحه زنهم؟ ايوه. عايزه توصلي اي رساله لاي حد من خلال الجزيره مباشره يا ست ورده، تقولي ايه ولمين؟ عايزه اقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي شارك في دم ابني وكل اللي ضيع شبابنا، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منهم في الدنيا وفي الاخره. كانت هذه رسالة والدة عز إلى من يهمه الأمر. دعونا إذن نتابع ما تم تداوله أو ما تداوله النشطاء حول تصفية الشاب، ونبدأ بما نشرته زوجة عز يوم اعتقاله قائلة: ياسمين علي كتبت على تويتر خطفوا عز وإحنا لسه ما كملناش شهرين جواز، وإحنا لسه في بداية حياتنا وبنخطط هنعمل إيه في حياتنا مع بعض. زوجي عز الدين تم اختطافه من كمين في ميدان الرماية ونزل من البيت، ولحد الساعة 8 ما حصلش أي تواصل بيننا. حسبي الله ونعم الوكيل، يا رب يا جميع الناس إلى يوم لا ريب فيه، اجمع علينا عز، يا رب طمنا عنه قريبا عاجلا غير آجل. أيضا أضافت ياسمين اليوم على صفحتها على فيسبوك قبل أن تعرف خبر مقتله: اليوم 73 على اعتقال زوجي عز الدين أحمد، وما زال قيد الإخفاء القصري من يوم 18 من شهر أكتوبر الماضي، منذ اعتقاله بكمين في ميدان الرماية بعد زواج لم يكمل شهرين. اللهم رد عز إلينا بحولك وقوتك، اللهم ارحم ضعفنا. كتبت ياسمين اليوم قبل معرفتها بخبر مقتل زوجها، بينما كتب الصحفي وائل قنديل: خطفته الداخلية وأخفته قصرا، واليوم تعلن تصفيته، نظام السيسي هو الإرهاب. أيضا عزت غنيم الناشط الحقوقي كتب قائلا: تم تصفيته اليوم وهو معتقل من شهر أكتوبر، الداخلية أعلنت التصفية وهو معتقل من ميدان الرماية بالهرم بتاريخ 19 من أكتوبر الماضي. أيضا دون عبد الله الشامي قائلا: قبل 6 ساعات كتبت عن شهرين على اعتقاله، من ساعة قالها خبر استشهاده، كما كتب عبد الله. أيضا علقت شيرين بقولها: عز الدين تصفى النهاردة، هو وعبد السلام محمد عبد السلام وأحمد محمد كامل، وامبارح
مات 9 وقبلها مات مصري مضرب في الأردن وقبله 15 شابة عدم ظلم وغيره وغيره وغيره. يا بلد أرخص ما فيك دمنا. ونبقى في مصر حيث قضت محكمة مصرية اليوم السبت بسجن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب و19 آخرين لمدة 3 أعوام في القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء. ومن ضمن المحكوم عليهم في تلك القضية محمود الخضيري وسعد الكتاتني وصبحي صالح ومصطفى النجار ومحمد العمدة والمحامي منتصر الزيات. على تويتر غردت الصحفية حنان رزق في ذات الموضوع كما سنتابع هذه التغريدة، كتبت قائلة: للتوضيح، منطوق الحكم في قضية إهانة القضاء تضمن إلزام المحكوم عليهم جميعا عدا محمود السقا وتوفيق عكاشة بأن يؤدوا لرئيس نادي القضاء مصر بصفته 1,000,000 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزام الرئيس مرسي بأن يؤدي 1,000,000 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للمستشار علي النمر. أيضا كتب المستشار وليد شرابي بقوله: عن نفسي أرفض تماما إهانة القضاء في مصر، بل وأؤيد أي عقوبات تصدر في حق من يهين القضاء في مصر. لكن السؤال: هل يوجد أصلا قضاء في مصر؟ يتساءل المستشار وليد. أيضا دون الحقوقي طارق حسين بقوله: المستشار محمود الخضيري 74 سنة نائب رئيس محكمة النقض سابقا، محبوس بسجن العقرب، حالته الصحية متدهورة، اتحكم عليه النهاردة في قضية إهانة القضاء 3 سنوات سجن، وتم إلزامه ب1,000,000 جنيه تعويض لرئيس نادي القضاء. قضى آخر 3 سنوات من عمره محبوس في قضية وهمية، والنهاردة أخذ حكم جديد. أيضا مي عزام تساءلت على تويتر بقولها: عندي سؤال محيرني فيما يخص تهمة إهانة القضاء. القضاء على رأسنا ماشي يا سيدي، لكن لما نحب نحاكم القضاء أو أي مسؤول بتهمة إهانة الشعب نروح لمين؟ تتساءل مي، ولن يجيب أحد على سؤالها. مجدي كامل أيضا المدون كتب قائلا: حكم إهانة القضاء لا يرقى للتعليق عليه. هذا على تويتر. على فيسبوك كتب سليم عزوز الصحفي المصري: كل من أدين في قضية إهانة القضاء اليوم من ثوار يناير، جمعت بينهم يناير وفرقت بينهم 30 يونيو، لكن السيسي أبى إلا أن يجمعهم من جديد بمن في ذلك مؤيديه منهم. نيفين ملك أيضا المحامية كتبت قائلة في ذات الأمر: وماذا عن شبهة الأحكام المسيسة وغض الطرف عن مراقبة أداء منظومة إنفاذ القانون؟ ألا تعتبر إهانة ما بعدها إهانة لمنظومة القضاء؟ فاصل قصير، بقوا معنا. فاز فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على الأهلي المصري 3 أهداف لهدفين في مباراة ودية على ملعب برج العرب بالإسكندرية بمشاركة عدد من اللاعبين المصريين والعرب. لم تكن أهداف المباراة هي الأكثر تداولاً، بل هتاف مشجع الأهلي للمرة الثانية على التوالي: بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، قبل انطلاق المباراة. نشاهد. أثار مقطع فيديو انتشر في السعودية جدلا واسعا، وذلك بعدما ظهر الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني السابق لأول مرة منذ الإفراج عنه بعد اتهامه في قضايا فساد اليوم السبت برفقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال إطلاق حفل الخيل السنوي
الكبير. إذن نتابع هذا الفيديو قبل أن نتابع التغريدات التي جاءت تتوالى عنه. نتابع. الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي يشرفنا بهذا الحضور وهذا التواضع الجميل لأخوان أصحاب السمو الملكي الأمراء الذين يستقبلون بكل حفاوة وحب وولاء. وإذن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز أيضا رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية من ضمن المستقبلين. بعد هذه اللقطات جاءت هناك تغريدات كثيرة في الواقع. نبدأ بخالد الأشاعر الذي كتب قائلا: الأمير متعب بن عبد الله يستقبل ولي العهد وحديث ودي دار بينهم، لا يعرف معنى الملك واحترام القانون إلا من أتاهم الله الملك. على هاشتاج طيب متعب حرامي ولا لا. أيضا كتب تركي الشلهوب قائلا: عندما أعفي الأمير متعب قال المطبلون كفيت ووفيت يا ولدي الغالي، وبعد اعتقاله قالوا إنه الحزم لا مكان للفاسدين، واليوم عندما ظهر مع محمد بن سلمان قالوا هكذا هم الرجال، هكذا يكون التلاحم، قتل الله التضليل والنفاق. أضاف تركي الشلهوب أيضا في تغريدة أخرى حول حساب موجز السعودية على تويتر: حساب موجز التضليل، عند إعفاء متعب كفيت ووفيت، عند اعتقال متعب متعب فاسد والشعب مع اجتثاثه، بعد استقبال متعب لولي العهد يهاجم قناة الجزيرة لأنها نشرت خبرا عنه، ما أرخصكم. على هاشتاج أيضا طيب متعب حرامي ولا لا. هذا هو التساؤل الذي ملأ تويتر في السعودية اليوم. أيضا عمر بن عبد العزيز المدون كتب قائلا: بمناسبة تصدر متعب بن عبد الله نطلب من الشعب الكريم مشاركة في التساؤل في هاشتاج طيب متعب حرامي ولا لا. إن كان حرامي فلماذا يتصدر المجالس، وإن كان بريء فلماذا اعتقل وشهر به، الطبول حائرون. أيضا خالد عبد الحق غرد مدونا: من يسرق المليارات يخرج قبل من يدعو بصلاح الحال، هذه ليست خرافة ولا نكتة، هذا هو الواقع. أيضا تساءل حساب مستنير بقوله: قبل شهرين كانت الناس تسميه لصا، فكيف تحول اليوم لهذا الملاك الطاهر؟ هل بلغ العبث بعقول الناس لهذا المستوى؟ أخيرا كتب خالد السليمان يقول على تويتر: يستطيع أي موقوف في قضية فساد مالية تتم تسويتها أن ينعم بالحرية، لكن ليس باستطاعته أن يتقمص دور الشخص البريء أو المظلوم أو أن يحمله بعض جماعته على الأكتاف كما لو أنه عائد من معركة الشرف والكرامة. بهذا مشاهدينا تكون حلقة الليلة قد انتهت. تذكروا دوما أن تراسلونا بقضاياكم وقصصكم لعل واقعا يتغير أو وعيا يزداد بهاشتاج. إلى اللقاء.